هذا زيارة اللي كنبغي نقول بإيجاز هو اللي تبعت تبعت صديقات وتبعت الضجة اللي أثيرت حول حياة النقيب الخاصة، وأنا جيت باش نتضم مع هذه المحنة باش نعبر على رفضي التام للتجسس على حياته الخاصة وللتجسس على حياة الناس رجال ونساء بصفة عامة، وهذا أمر كيمس بحرية الناس وبحقهم في قدسية الحياة الخاصة وبالسترة اللي خاصة تكون دايرة كحسن حسي بحياة كل مغربي وكل مغربية وبحياة الناس بصفة عامة، سواء الحياة العائلية أو الحياة الجنسية أو الأذواق، حياة الأذواق أو حياتهم في رأيهم آرائهم السياسية. وهذا من قديم أنا كنت نددت بالتجسس على حياة الناس، بدءا بالتجسس اللي كانت قام على واحد من على بن حمد اللي هو من قادة التوحيد والإصلاح، وفاطمة النجار اللي كانت قيادية في نفس المنطقة. إذن عندي أنا لا فرق بين متدين وغير متدين، لا فرق بين يميني ويساري، لا فرق بين الناس في هذا المضمار. هذا كل الاختلافات كيخصها تدو سياسية أو غيرها نعترف بها، ولكن كيبقى هذا الحد ديال الحريات الأساسية، هذا الحد ما يمكن لنا إلا نضمنه مع الناس اللي تمست حريتهم بهذه الطريقة. والأستاذ النقيب اخترقت حياته السياسية وكان تجسس عليه، وكان صور وشيء من هذا النوع، هذا الشيء لا يطاق. وأنا شخصيا جئت لأتضامن مع الأستاذ النقيب كل تضامن وندد بهذا التصرفات وندد بالإشهار، وكنقولوا كفى تضييقا على النقيب، وكنطلب احترام حقوقه. وإذا كانت قضايا يمكن توصل للمحاكم كنضمن معه وكان في حقه في في المحاكمة العادلة. وكنزيد كنقول بأن المحاكمة خاصها تحاكم أيضا الناس اللي هم مسؤولين على هذه التجاوزات وهذه الخروقات ديال الحريات الأساسية للنقيب زيان، اللي هي بالنسبة لي أنا حرياتنا كلنا. هذا جوابي.